جربتي تجربة المسرح؟ جربتيها. كان إحساسك إيه في المسرح؟ هقول لك حاجة، أنا أول مسرحية عملتها كان عمري في حياتي ما اتفرجت على مسرح خالص. فكانت أول مسرحية المسرح التلفزيوني. كانوا ابتدوا يعملوا مسرح التلفزيوني، فجأة قريت خبر في الجرايد إن أنا هعمل شيء في صدري. هم اللي حددوا لك؟ أنا قريت الخبر، كانوا لسه ما حدش كلمني. مع نعيمة وصفي طبعاً، احنا فاكرين الدور ده كان دور جميل. فكلمني، كان وقتها الأستاذ سيد بدير ماسك المسرح، وكان المخرج الأستاذ نور الدمرداش. فكلمني الأستاذ سيد، قلت له الأستاذ سيد ده أنا عمري ما شفت مسرح، أشتغل مسرح إزاي؟ قال لي، هو كان ليه طريقة جميلة كده، قال لي تعالي بس. فابتدوا ياخدوني سنة سنة، وكان معايا عمالقة طبعا، مدام نعيمة، أستاذ حمدي غيث، أستاذ صلاح منصور، أيوه، مدام زوزو ماضي، وبعدين كان شلة الشباب أقول عليهم، أنا كنت أصغر منهم بس هم كانوا كوجوه جديدة في الفترة دي. كان ليهم فصل كامل، كان عزت عليلي، صلاح قبيل، رشوان توفيق، حمدي أحمد، يوسف شعبان، مجموعة رهيبة من كان ليهم فصل العمال. هو مسرح التلفزيون في الوقت ده كان طلع ناس كتير جدا. فلو أحكي لك أول ظهوري بقى، أول ليلة. طب ما حاولتيش تروحي تشوفي مسرحية بقى قبل ما لا تطلع. ما أنا دخلت بروفات بقى. خلاص دخلت بروفات. يعني أنت مثلت على المسرح قبل ما تشوفي مسرح. قبل ما أشوف. فأول ظهوري أنا فاكرة بدخل، مدام نعيمة بتدخل وأنا وراها، وهي شخصية صامتة. يعني شخصية هدى دي حوارها قليل، فمفروض بدخل صامت وبقعد على كنبة. هي كانت البنت. أنا بعد كده عملتها مسلسل، عملت الأم. أنا فاكرة دخلت، طبعاً ما خدتش بالي إن لازم مدام نعيمة تدخل الأول وتاخد التحية، وبعدين أنا دخلت وراها على طول. قعدت، والله العظيم رجليا دي بقى حاسة إنها بتخبط من كتر جسمي كله بيترعش، مش عارفة أتكلم. هي عدت الدقايق الاولانيين لما ابتديت اتكلم خلاص، وبعدين الحقيقه المجموعه الفنانين الكبار دول وقفوا جنبي. يعني المسرح له رهبه خاصه طبعا، بتختلف عن طبعا السينما كتير. طبعا طبعا. طب ما حبيتهوش؟ حبيته جدا. طب ما استمرتيش ليه؟ هقول لحضرتك ليه. انا بعد ده جه الاستاذ سيد بدير طلبني في هاملت اوفيا. فحاجة تانية قلت له، ده انا ما بعرفش اقول لغة عربية. قال لي شوف يا زيزي، ما فيش اوفيليا غيرك، هتعملي اوفيليا حدا. فبعت لي انور رستم البيت، قعد معايا الثلاث جلسات، حفظني باللغة العربية وكده. وطلعت وكان معايا ايه، استاذ محمد الطوخي، مدام زوزو نبيل، كرم مطوع، يعني عملت اوفيليا حلوة. بعد كده بقى دخلنا بقى حتة المسارح الخاصة، ما لقيتش نفسي. انا قعدت السنة في القومي، يعني طلبوني بعد نجاحي الحمد لله، اعتبرت ان انا نجحت في شيء في صدري، شيء في صدري وفي هاملت، طلبني القومي. في الوقت اللي كان طالبني المسرح القومي كانت اعلى ما هي 40 جنيه. كان في مسرح اسماعيل ياسين طالبني ب 150 ولا 180 جنيه في الشهر، يعني فرق كبير. الماده رهيب جدا، بس انا اعتبرت القومي كانه معهد، انا مش خريجه معهد ولا اي حاجه. بس قعدت فيه، حصل لي هجوم رهيب جدا من فترتها الناس اللي فيه. قعدت سنه ما اشتغلتش ولا مسرحيه، وترشحت في مسرحيتين، وكنت بقدم استقالتي. كل ما يعرضوا عليا مسرحيه مش لاقيه نفسي فيها اقدم استقالتي. والسبب ايه؟ ان هو يقولوا لي لا، لازم تحضري البروفات وتعمل. يا جماعه انا مش موظفه، يعني انا داخل. طب ما هو لازم تحضر البروفات فعلا لما يجي دور، لما يجي دور ليك، لما يجي دور. كان روايه للاستاذ محمود السعداني اسمها القرنص، وانا وقتها كنت رفيعه جدا وصغيره. الشخصيه، الفصل الاولاني بنت بلدي، طب اوكي. الفصل الثاني بروستيتيود، بنت ماشيه غلط. الفصل الثالث ست بقى بتمشي الستات الثانيه غلط. طب حتى تركيبتي وسني وشكلي ما يليقش. وفي الفتره دي في كان ممثلات ممكن يعملوا الادوار دي. فجيت انا من البدايه رفضت، قلت لهم ما ينفعش. قالوا لي لا، تحضري البروفات، وبعد ما تحضري البروفات تقدمي مذكره، عمليه روتينيه.
وانا اساسا واخداها فن هوايه مش موظف. قعدت سنه في المسرح القومي وسبت المسرح. بعد كده عملت مسرحيات قطاع خاص لكن ما لقيتش نفسي في المسرحيات مش في المسرح نفسه يعني في مواضيع في مواضيع المسرح. يمكن الحاجه الوحيده اللي كانت ظريفه وكانت لايت وكده قعدت سنه ونص بعرضها هالو دولي مع مدام شوكار واستاذ فؤاد المهندس وكده. وبعد كده ما بعت بقى ما